بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة، دارسي مادة الرياضيات للصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مدرسة على الهواء. احنا كنا في الحلقة السابقة كنا بنراجع امتحان لليلة امتحان تفاضل وتكامل ليلة الامتحان. كان في مسألة ما كناش لحقنا نكملها، كان الوقت خلص، فهنكمل المسألة تاني في بداية الحلقة. المسألة بتقول إيه؟ مستطيل يقع أحد أضلاعه على محور السينات، ويقع الرأسين العلويان للمستطيل على المنحنى صاب بتساوي 4 ناقص 6 تربيع. أوجد بعدي المستطيل حتى تكون مساحته أكبر ما يمكن. أنا عندي المنحنى بتاعنا صاد 4 ناقص 6 تربيع، زي ما احنا عارفين من الصف الثاني ان رأس المنحنى بتاعنا 0 و4، وفتحة المنحنى لأسفل. يعني لما اجي ارسم المنحنى اهو، ادي المحورين بتوعنا، ادي 0 و4 اهيت، ده المنحنى بتاعنا. المستطيل اللي هو طالبه قال لك رأسين بيقعوا على محور السينات والرأسين التانيين بيقعوا على المنحنى اهو، يبقى عامل كده، ادي رأس، يبقى ادي المستطيل بتاعنا اهو. عاوز اجيب مساحة هذا المستطيل. عشان اجيب مساحة المستطيل انا لو فرضت النقطة دي هيبقى س وص، النقطة دي سالب س وص عشان المنحنى متماثل حول محور الصادات، يبقى الجزء ده كله طوله 2 س وده طوله ص، يبقى مساحة المثلث اللي هو المستطيل عبارة عن الطول في العرض، يبقى 2 س في ص. احنا في متفقين في مسائل القيم العظمى والصغرى، تطبيقات على القيم العظمى والصغرى، لازم اخلي المساحة دالة في متغير واحد. فانا عندي دالة في متغيرين، فانا بقول له مين هتساوي 2 س، اشيل ص واحط قيمتها 4 ناقص س تربيع، يبقى مين بتساوي 8 س ناقص 2 س تكعيب. احنا متفقين في مسائل القيم العظمى والصغرى لازم اجيب المشتقه الاولى، ناقص 6 س تربيع، هجيب المشتقه الثانيه يبقى سالب 12 س، بساوي المشتقه الاولى بالصفر اهو، يبقى عندنا المشتقة الأولى لما سواها بالصفر أهو، ميم شرطة بتساوي صفر، عندما 8 ناقص 6 س تربيع بتساوي صفر، يبقى 6 س تربيع بتساوي 8، يبقى س تربيع بتساوي 8 على 6 يعني 4 على 3، يبقى س بتساوي موجب أو سالب 2 على جذر 3، اضرب في جذر 3 على جذر 3، يبقى س بتساوي 2 جذر 3 على 3، طبعا السالب ده مرفوض، يبقى الطول الاولاني 2 جذر 3، اقدر اجيب الطول الثاني هيبقى ص بتساوي 4 ناقص س تربيع 4 على 3، يبقى 12 ناقص 4 على 3، يبقى ص بتساوي 8 على 3. يبقى بعدي المستطيل هنا في الحاله دي هيبقى عندنا، وعندنا طبعا بما ان م شرطتين اعظم من الصفر، يبقى عندما س بتساوي 2 جذر 3 على 3 توجد قيمة عظمى اللي هو أكبر مساحة، ويبقى بعدي المستطيل هما 2 جذر 3 على 3 و 8 على 3، يبقى دول بعدي المستطيل. طبعا هنا ال 2 س في 2 هيبقى بعدي المستطيل هيبقى 4، هيبقى 4 جذر 3 على 3 و8 على 3. ده تقريبا كانت المسألة اللي كانت فاضلة من الحلقة السابقة. هنيجي نحل برضو نموذج اختبار تاني كويس برضو. أول سؤال زي ما احنا متفقين إما اختيار متعدد أو أكمل. فالسؤال بتاعنا هنا اختيار متعدد بقى. بيقول لك أجب عن السؤال الآتي، عندنا اختار الإجابة الصحيحة من بين الإجابات المعطاة.
المسألة دي كويسة جدا. بيقول لك نهاية مقياس س ناقص 3 على س ناقص 3 لما س تقول 2 بتساوي صفر، عاوز إما زاد أو ناقص 1 أو 1 أو سالب 1 أو غير معرف. أنا عندي نهاية مقياس س ناقص 3 على س ناقص 3 لما س تقول 2. إحنا عارفين لما أجي أعرف المقياس بيبقى له فترتين، لما س أكبر من أو تساوي 3 بس ناقص 3، لما س أصغر من 3 بسالب س ناقص 3. أنا عندي هنا س تقترب من الاتنين، يبقى في الفترة اللي فيها س أكبر من 3 ولا أصغر من 3؟ يبقى في الفترة اللي فيها س أصغر من 3، يبقى عشان س تقترب من الاتنين. يبقى معنى كده إن دي بتساوي نهاية، أشيل مقياس س ناقص 3 وأحط مكانه سالب س ناقص 3 على س ناقص 3 لما س تقول لـ2. ديت راحت مع ديت، س ناقص 3 مع س ناقص 3، يبقى نهاية سالب 1 لما س تقول لـ2 يطلع بسالب 1، يبقى الاختيار بتاعنا سالب 1. طب سؤال من عندي، لو جه قال لك نفس السؤال وقال لك نهاية مقياس س ناقص 3 على س ناقص 3 لما س تقول لـ3، لما س تقول لي 3 لازم اعيد تعريف الداله ديت، واحنا عارفين مع تعريف المقياس يبقى فترتين، يبقى ادي س ناقص 3 على س ناقص 3 لما نعيد تعريفها، س اكبر من 3 هيبقى س ناقص 3 على س ناقص 3، لما س اصغر من 3 سالب س ناقص 3 على س ناقص 3، هيطلع في الاخر 1 وسالب 1. لما س تقترب من 3 يبقى لها نهايه يمنى ونهايه يسرى، يبقى لما اجيب ده الواحد من اليمين، ده ال 3 من اليمين هتطلع بواحد، وده ال 3 من اليسار يطلع بسالب 1، يبقى ده ال 3 من اليمين اللي هيساوي ده ال 3 من اليسار، يبقى معنى كده ان نهايه الداله ديت غير معرفه. وده زي سؤال الدور الاول بالظبط، يبقى ده غير معرف. يبقى لما س تقول لي 2 تبقى بسالب 1، انما لما س تقول لي 3 غير معرف. ليه؟ عشان النهايه اليمنى ما تساويش النهايه الايه؟ اليسرى. هو بتاع الدور الثاني كان قال لك نهايه مقياس س على س لما س تقول لي الصفر، ده بتاع الدور الاول. طبعا هيطلع غير معرف زي الملاحظه دي بالظبط. طيب الفقره الثانيه بتقول ايه؟ الداله دال س بتساوي س على س تربيع زائد 9. متصلة عند س تنتمي، هل لحافر التلاتة او لحافر التلاتة وسالب تلاتة او لحا او لحا ستار، يعني حا ما عدا الصفر. احنا عارفين اما يكون عندنا دالة كسرية يبقى الدالة متصلة حا ما عدا القيم التي تجعل المقام بصفر، يبقى دال س بتساوي س على س تربيع زائد 9. دي دالة كسرية، مفيش قيمة حقيقية تخلي المقام بصفر، يبقى معنى كده ان المجال بتاعها ح. يبقى في الحالة دي نقطة نقول له اذا الدالة متصلة على ح على طول. ليه؟ مفيش قيمة تخلي المقام بصفر عشان س تربيع زائد 9. ما انت لو سويت س تربيع زائد 9 بصفر هيبقى س تربيع بتساوي سالب 9، يبقى س بتساوي موجب او سالب جذر سالب 9، ده غير معرف. ما فيش جذر تربيع العدد سالب عدد حقيقي، ده عدد تخيلي اللي هو 3 ت، انما احنا شغالين في مجموعه الاعداد الحقيقيه. يبقى في الحاله دي يبقى الداله متصله على ح. انما لو كانت كده الداله س تربيع ناقص 9 كنت قلت له س تربيع ناقص 9 بيساوي صفر، يبقى س تربيع بيساوي 9، يبقى س بيساوي موجب او سالب 3، يبقى متصله على ح فرق موجب او سالب 3، كان ينفع كده. طيب مسألة تانية برضو في الاختيار المتعدد، العمودي على المنحنى ص بتساوي س تربيع في مقياس س ناقص 2 عند النقطة 1 و1 يصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية قياسها اختياراته، هل هي 45؟ هل هي 90؟ هل هي 135 او 120؟ معنى عاوز اجيب
الزاوية اللي بيصنعها المماس مع الاتجاه الموجب لمحور السينات يبقى العمودي، يبقى لازم الأول أجيب ميلي العمودي عند النقطة واحد واحد. فأنا عندي صاد بتساوي س تربيع في مقياس س ناقص 2، قال لك عند النقطة واحد واحد برضو المقياس أهو له فترتين، س ناقص 2 لما س أكبر من الاتنين، وسالب 2 زائد 2 لما س أصغر من الاتنين أو تساوي. احنا عندنا عند النقطة واحد واحد، عند النقطة الواحد واحد، هل في الفترة فيها س أكبر من الاتنين ولا الفترة فيها س أصغر من الاتنين؟ طبعا في الفترة فيها س أصغر من الاتنين، يبقى معنى كده يبقى ص بتساوي س تربيع في سالب س زائد 2، يبقى ص بتساوي سالب س تكعيب زائد 2 س تربيع. هات دال ص دال س سالب 3 س تربيع زائد 4 س. ده ميل الايه؟ المماس بتاعنا. طيب عشان اجيب ميل المماس نجيب بقى ميل المماس عند النقطة واحد واحد، يبقى سالب 3 زائد 4 يطلع بواحد. طب احنا عاوزين نجيب ميل العمودي عشان نجيب الزاوية. احنا قلنا اما يكون عندك ميل مماس وعاوز اجيب ميل العمودي اقلب واغير الاشارة، يبقى ميل العمودي بسالب واحد. طب احنا عاوزين نجيب الزاوية، يبقى اقول له ظاهر بسالب واحد، اذا قياسه ب135. يبقى العمودي بيصنع مع الاتجاه الموجب لمحور السينات زاوية 100 كام؟ 35. طيب حاجة تاني، بيقول لك المنحنى، المنحنى ده س بتساوي د س بتساوي اهو د س بتساوي س تكعيب ناقص 9 س تربيع زائد 24 س ناقص 4 اهو. منحنى الداله ده محدب لاعلى في الفتره، هل في الفتره ديت من سالب ما لا نهايه 3 او من سالب ما لا نهايه لسالب 3 او 3 وما لا نهايه او سالب 3 وما لا نهايه؟ طيب احنا عارفين بعرف التحدب لاعلى والتحدب لاسفل من بحث اشاره المشتقه الثانيه، يعني اجيب اشاره المشتقه، اجيب المشتقه الثانيه واشوف اشارتها امتى موجب وامتى سالب. لو موجبه في فتره ما يبقى المنحنى محدب لاسفل، لو سالبه يبقى محدب لاعلى. يبقى يلزم هنا ايجاد المشتقه الثانيه، هجيب له دال شرطه س 3 س تربيع ناقص 18 س زائد 24، هجيب دال شرطتين س 6 س ناقص 18. احنا عاوزين نجيب ايه؟ عاوزين نبحث اشاره دال شرطتين س. فانا بقول كده دال شرطتين س ده مقدار ده اقول بيساوي صفر لما 6 س ناقص 18 بيساوي صفر، يبقى س بتساوي 3. باجي على خط الاعداد اهو، ادي التلاتة. احنا عارفين بحث اشارة المقدار اللي على اليمين مثل اشارة س اهو، يبقى ده بالموجب ده مخالف، يبقى ده محدب لاعلى وده محدب لاسفل. هو عاوز يجيب التحدب لاعلى، يبقى التحدب لاعلى من سالب ما لا نهايه لتلاتة، يبقى المنحنى محدب لاعلى في الفترة من سالب ما لا نهايه لتلاتة. وهنا موجود احد الاختيارات اهو، حتى اهو مثال، يبقى ده الاختيار الصح. طيب برضو فقرة تانية اللي هي رقم 5، بيقول لك برضو كوب فارغ سعته 160 سنتيمتر مكعب يملأ بسائل بمعدل 2 في 6 نون زائد 1، فإنه يمتلئ تماما خلال زمن قد إيه؟ الله، قال لك كوب فارغ يملأ بسائل بمعدل، يبقى معنى كده ده معدل تغير حجم الكوب.
او حجم السائل. يبقى عندنا ده الحاء ده النون اهو، ده الحاء ده النون، 2 في 6 نون زائد 1 يبقى 12 نون زائد 2. هو عاوز يجيب حجم السائل، امتى السائل يمتلئ؟ ادام عندك ده الحاء ده النون، عشان اجيب الحجم يبقى بكامل، يبقى بالتكامل، يبقى ما احنا لما بجيب المشتقه بفاضل، اجيب الداله الاصليه بكامل، يبقى 12 نون تربيع على 2 زائد 2 نون زائد ثابت، يبقى 6 نون تربيع زائد 2 نون زائد ثابت. عشان اطلع ثابت التكامل عندنا الحجم كان ما هو فارغ، الحجم بصفر لما الزمن بصفر، يطلع صفر بتساوي صفر زائد صفر زائد ثابت، يطلع الثابت بصفر. يبقى الحجم بتاعنا عند اي لحظه اهو 6 نون تربيع زائد 2 نون. عشان الكوب ده يمتلئ يبقى الحجم بيساوي 160، يبقى 160 بتساوي 6 نون تربيع زائد 2 نون، يبقى 6 نون تربيع زائد 2 نون ناقص 160 بتساوي صفر، يبقى 3 نون تربيع زائد نون ناقص 80 بتساوي صفر. هنحلل ده كده، 3 نون ونون عندنا هتبقى كام في كام؟ هتبقى 16 في 5، 15 صار الفرق بينهم واحد، يبقى ده ناقص وده زائد، يبقى 3 نون زائد 16 ونون ناقص 5 بتساوي صفر، يبقى نون طبعا بتساوي سالب 16 على 3 ده مرفوض، يبقى يمتلئ السائل بعد نون بكام؟ بخمسة. الفقرة الستة بقى آخر واحدة فيهم اللي هو سؤال إجباري أهو، تكامل جا تربيع س زائد جتا تربيع س زائد ظا تربيع س بالنسبة لسين، هل هو جا س زائد جتا س زائد ظا س زائد ثابت؟ ولا ظا س زائد ثابت؟ ولا نص س زائد ثابت؟ ولا ق تربيع س زائد ثابت؟ أنا عندي في التكامل، أنا ما عنديش غير تكامل الجا بسالب جتا، والجتا بجا، والقا تربيع بظا، ما عنديش غير التلاتة دول، غير كده ما عنديش تكاملهم. يبقى معنى كده أنا ما أعرفش أكمل الكلام ده مباشرة. فأنا عندي بيقول لك إيه؟ تكامل جا تربيع س زائد جتا تربيع س زائد ظا تربيع س. طب انا عندي من خواص من الدوال المثلثيه في الصف الاول الثانوي ان جا تربيع س زائد جتا تربيع س بواحد زائد ظا تربيع س، برضو ما عنديش تكامل ظا تربيع، ما انا عندي واحد زائد ظا تربيع بقا تربيع، وتكامل القا تربيع بظا، تكامل القا تربيع بظا، يبقى يديك ظا س زائد ثابت اهو، الاختيار اهو ظا س زائد ثابت اهو، يبقى ده التكامل بتاعنا. يبقى ده خلصنا من السؤال الاول اللي هو الايه؟ الاجباري، تمام كده. يبقى فاضل لنا بقى اربع اسئله نختار ثلاثه، اربع اسئله نختار ثلاثه. السؤال الأول في الاختيارات أهو، في الاختياري بيقول لك نفس على هو الامتحان بيجي على نمط واحد أهو. السؤال الثاني ألف، يبقى ده أول سؤال في الاختيار، ما احنا عندنا أربع أسئلة نختار ثلاثة، ده السؤال الأولاني بنعتبره الثاني، هتلاقي فقرة الأسئلة موجودة السؤال الثاني. إذا كانت الدالة د حيث د س بتساوي س تربيع زائد واحد عندما س أصغر بتساوي الاتنين، تلاتة ناقص أ س عندما س أكبر من الاتنين متصلة عند س بتساوي اتنين، فوجد قيمة الثابت أ ثم ابحث قابلية الدالة للاشتقاق عند س بتساوي اتنين. من المسائل الكويسة جدا برضو، يعني خدنا في النموذج السابق قلنا الدالة قابلة للاشتقاق، اوجد أ وب. السؤال بتاعنا هنا قال لك الدالة متصلة اهو، ادي دال س، س تربيع زائد واحد لما س اصغر مساوي الاثنين، تلاتة ناقص الف س لما س اكبر من الاثنين.
بما ان اهو، بما ان الداله متصله عند س بتساوي 2، يبقى النهايه اليمنى بتساوي النهايه اليسرى، بتساوي ده الاثنين. طب النهايه اليمنى اللي فيها س 3 ناقص ا في 2، النهايه اليسرى عوض عن س ب 2 4 زائد 1، يبقى 3 ناقص 2 ا بتساوي 5، يبقى سالب 2 ا بتساوي 2، هيطلع ا بسالب 1. اروح كاتب الداله تاني من غير قيمه ا، يبقى انا جبت قيمة الف اهو، ده السين بتساوي سين تربيع زائد واحد لما سين اصغر بتساوي الاثنين، وتلاتة الف بسالب واحد يبقى زائد سين لما سين اكبر من الاثنين، يبقى دي الدالة بتاعتي. السؤال التاني ده بقى الجزء التاني ده مهم جدا. ثم ابحث قابلية الاشتقاق اهو، بيقول لك ايه؟ ثم ابحث قابليه الداله د للاشتقاق عند س بتساوي 2. واحنا متفقين ادام القاعده على يمين النقطه غير القاعده على يسار النقطه عند س ب 2، يبقى لازم اجيب المشتقه اليمنى واليسرى بالتعريف، عشان دي بتيجي في الامتحان على طول. طالما القاعده على يمين النقطه غير القاعده على يسار النقطه وعاوز اجيب قابليه الاشتقاق عندها، يبقى لازم اجيب المشتقه اليمنى والمشتقه الايه؟ اليسرى. فبقول لك انا عاوزين نبحث الاشتقاق عند س ب 2، هجيب د شرطة 2 من جهة اليمين، نهاية د 2 زائد ه ناقص د 2 على ه لما ه تقول للصفر، هتساوي نهاية د 2 زائد ه. اجي في القاعدة من جهة اليمين اللي هي س اكبر اهو 3، اشيل س واحط مكانها 2 زائد ه ناقص، احنا عارفين ده الاتنين اصلا بخمسة، يبقى نهاية ه على ه لما ه تقول للصفر، اتنين وواحد التلاتة واتنين خمسة، مع الخمسة راحت يطلع بواحد، يبقى النهاية اليمنى بواحد. هجيب اليسرى هعوض في القاعدة اللي فوق، ده الشرطة اتنين من اليسار ناقص د 2 على ه لما ه تقول للصفر. القاعده من اليسار اللي هي س تربيع زائد 1، يبقى 2 زائد ه الكل تربيع زائد 1 ناقص د 2 بخمسه، يبقى نهايه ده مربع كامل افكه 4، الاول في الثاني في 2 زائد ه تربيع ناقص 4، يبقى نهايه 4 ه زائد ه تربيع على ه لما ه تقول الصفر. خد ه عامل مشترك، يبقى 4 زائد 0 يطلع ب 4. الله، المشتقة اليمنى طلعت بواحد اهي، ده شرطة 2 من اليمين بواحد، ده شرطة 2 من اليسار ب 4، يبقى معنى كده ان ده شرطة 2 من جهة اليمين لا يساوي ده الشرطة 2 من جهة اليسار. تقول له إذا الدالة غير قابلة للاشتقاق عند س بتساوي 2. بس. يبقى من الأسئلة، يبقى إما في هذا الموضوع إما يقول لك إذا كانت الدالة قابلة للاشتقاق أوجد أ وب أي رموز. بعد كده فلازم قابلة للاشتقاق تبقى متصلة، بعمل معادلة من الاتصال ومعادلة من الاشتقاق. في السؤال بتاعنا يقول لك الدالة متصلة، هروح عامل معادلة من الاتصال واروح، وبعدين بعد ما اجيب قيمة الثابت يقول لك ابحث قابلية الدالة للاشتقاق، فبجيب مشتقة يمنى ومشتقة يسرى. من الأسئلة كتير اللي بتيجي في الامتحان عادة. الجزء الثاني من السؤال الثالث برضه، إذا كان ميل المماس منحنى الدالة عند أي نقطة واقعة عليه يساوي جذر التربيع لص ناقص 2 على 2 س زائد 3، فوجد معادة المنحنى إذا علم أنه يمر بالنقطة 3 و6. برضه من الأسئلة كويسة جدا. طالما عندك ميل المماس وعايز أجيب معادلة المنحنى، إحنا اتفقنا وضحناها في الحلقة اللي فاتت، آدي ميل المماس اللي هو ص د س بتساوي
الجذر التربيع صاد ناقص 2 على 2 س زائد 3، يعني عبارة عن صاد ناقص 2 الكل قص نص على 2 س زائد 3 قص نص. كنا احنا قلنا ايام ما كنا بنشرح في المنهج، اما يكون عندك دال صاد دال س لازم يكون دال صاد دال س دالة في س، انما ده هي دالة في صاد وس. كنا احنا قلنا عادة كان بنضرب طرفين في وسطين بس بشرط ان ص تروح لدال ص وس تروح لدال س. لذلك انا هعمل حاجه صغيره كده، دال ص دال س هطلع دي فوق هيبقى 2 س زائد 3 اس سالب نص، انزل دي تحت ص ناقص 2 اس سالب نص، والص تروح لدال ص وس تروح لدال س، يبقى بالتكامل. يبقى تكامل ص ناقص 2 اس سالب نص بالنسبه لص، تكامل 2 س زائد 3 اس سالب نص بالنسبه لس، يبقى كامل دي بالنسبه لص وكامل دي بالنسبه لس. لما نكمل الطرف الايمن بالنسبه لص ده تكامل قوس، يبقى ص ناقص 2 اس نص على نص في 1 زائد ثابت التكامل هتساوي 2 س زائد 3 قص نص على نص في 2. الثابت بنحطه اما في الطرف اليمين او الطرف الشمال، ما نحطش الثابتين، ثابت واحد اما هنا او هنا، فانا حطيته هنا. ده راح مع ده هيبقى عندنا المعادله هيبقى 2 جذر ص ناقص 2 زائد ثابت سوى جذر 2 س زائد 3. طب عاوز اجيب معادله المنحنى، قلنا دي معادله العائله لازم يديك نقطه. قال لك المنحنى يمر بالنقطة 3 و 6، إذا تحقق معادلته. يبقى 2 جذر هنحط س ب 3 وص ب 6 يبقى 6 ناقص 2 زائد ثابت هتساوي جذر 2 في 3 زائد 3، يبقى 2 في 2 زائد ثابت هنا هيبقى 2 في 3 ب 6 و 3 يبقى 9، جذر 9 ب 3 يبقى 4 زائد ثابت بيساوي 3، يبقى الثابت بسالب 1. يبقى معادله المنحنى هي جذر ص ناقص 2 ناقص 1 بتساوي جذر 2 س ناقص 3، ودي يبقى دي معادله الايه؟ المنحنى بتاعنا. 2 جذر ص ناقص 2 ناقص 1 بتساوي جذر 2 س زائد 3 عشان طلعنا الثابت بكام؟ بسالب 1. يبقى ده السؤال الثالث في يعتبر اول سؤال في الايه؟ في الاختبار. السؤال الثاني. نيجي السؤال الثالث. اذا كان ص بتساوي جتا س على س، اثبت ان س في المشتقه الثانيه لص بالنسبه لس زائد 2 دال ص دال س زائد س ص بيساوي صفر. برضو المسائل كويسه جدا وسهله. اول ما يقول لك اثبت الكلام ده في مشتقه، اقول له مشتقه ثانيه تعرف انت هتشتق مرتين. فانا عندي ص اهو جتا س على س، يبقى س ص بيساوي جتا س. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت تعتبر س ص دي دالة في دالة، يبقى مشتقة الأولى في التانية زائد مشتقة التانية في الإيه؟ في الأولى. أهو بالاشتقاق بالنسبة إلى س، مشتقة س بواحد في التانية زائد مشتقة التانية دال ص دال س في الأولى بتساوي مشتقة جتا س بسالب جا س، يبقى ص بتساوي س في دال ص دال س بتساوي سالب جا س. هشتق كمان مره، ما احنا متفقين طالما قال لك بص اهو قال لك اوجد س في مشتقه تانية وفي مشتقه اولى تعرف انت هتشتق مرتين في مكانها. هقول له تاني بالاشتقاق بالنسبه لس بالنسبه الى س، ص مشتقتها دال ص دال س زائد دي داله بداله
مشتقة الأولى في التانية زائد مشتقة التانية في الأولى ناقص مشتقة جا الزاوية جت الزاوية. نيجي نرتب بقى الحدود بتاعتنا أهو، دال صاد دال سين ودال صاد دال سين يبقى 2 دال صاد دال سين زائد سين في دال 2 صاد دال سين 2 زائد جتا سين، وانا عندي جتا سين بسين صاد هيطلع المطلوب على طول اهو، 2 دال صاد دال سين زائد سين في دال 2 صاد دال سين 2 زائد جتا سين هشيل احط مكانها سين صاد، الكلام ده بصفر وهو المطلوب. يبقى ده السؤال الاول. السؤال الثالث الفقره الاولى الف في الاختيارات. السؤال الثاني اهو، عين فترات التزايد والتناقص للمنحنى ص بتساوي س في س ناقص 3 كل تربيع، مش انا قلت في الحل اللي فاتت ثم ارسم الشكل العام. يبقى ممكن اول ما يقول لك ارسم الشكل العام يبقى خطوات معروفه، بجيب نقط القيم العظمى والصوره المحليه والتحدب والتزايد والتناقص زي ما عملنا اهو، قال لك حتى موضحا علي مواقع القيم العظمى والصوره المحليه ونقط انقلاب ان وجدت، يبقى خطواتها معروفه بكتير قوي السؤال ده في الامتحان بصور مختلفه. بيقول لك ص بتساوي س في س ناقص 3 كل تربيع، هجيب المشتقه الاولى ص شرطه، دي داله في داله هيبقى مشتقه الاولى في الثانيه س ناقص 3 كل تربيع زائد مشتقه الثانيه في الاولى، هيطلع س تربيع ناقص 6 س زائد 9 زائد 2 س تربيع ناقص 6 س، هيبقى عندنا 3 س تربيع ناقص 12 س زائد 9، يبقى دي عندنا الايه المشتقه الايه الاولى. تمام كده اهو، 3 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 نسميها نمره 2. هات المشتقه الثانيه 6 س ناقص 12. هو الراجل عاوز ايه؟ عين فترات تزايد وتناقص الداله. عشان اعرف تزايد وتناقص الداله بجيبها من بحث اشاره المشتقه الاولى، انما التحدب لاعلى والتحدب لاسفل ببحث اشاره المشتقه الثانيه. ابنائنا الطلبه عشان نعرف فترات تزايد وتناقص الداله ببحثها او بجيبها من بحث اشاره المشتقه الاولى، لو في فتره ما كميه موجبه يبقى الداله تزايديه، لو في كميه سالبه يبقى الداله تناقصيه، انما التحدب لاعلى والتحدب لاسفل ببحثه من اشاره المشتقه الثانيه. بكرر تاني، اشاره المشتقه الثانيه فاذا كانت كميه موجبه يبقى المنحنى محدب لاسفل، سالبه محدب لاعلى. بنعيد اهو تاني، فاحنا عاوزين هنا تزايد تناقص الداله يبقى ابحث اشاره المشتقه الاولى اللي هو 3 س تربيع ناقص، واحنا عارفين في بحث المشتقه الاولى فدي داله درجه ثانيه سواء بالصفر اهو، ص شرطه بتساوي صفر عندما 3 س تربيع ناقص 12 س زائد 9 بتساوي صفر، اقسم على 3 4 س زائد 3 بتساوي صفر، حلل س ناقص 1 وس ناقص 3 يبقى س بواحد وس بتساوي 3. تعال على خط الاعداد، ادي الواحد وادي التلاتة. احنا عارفين من بحث اشارة المقدار من سنة اولى ثانوي اللي بين الجذرين ادام مقدار درجة تانية مخالف لاشارة معامل س تربيع، يبقى ده سالب وده موجب وده موجب. هتغلط خد قيمة وعوض في الفترة، خد قيمة وعوض، فيبقى هنا دي تزايدية تناقصية تزايدية، يبقى اقول له كده من سالب ما لا نهاية لواحد تزايدية، من واحد لتلاتة تناقصية، وبعدين من تلاتة لما لا نهاية
تناقصية، تزايدية. يبقى هنا تزايدية تناقصية تزايدية. طيب عاوز اجيب القيم العظمى والصغرى، كنا احنا قلنا برضو ممكن اجيب القيم العظمى والصغرى بطريقتين، اما اعوض في المشتقة التانية لو طلعت كمية موجبة يبقى صورة محلية سالبة بعظمى محلية، وممكن اعملها بالتزايد التناقص زي هنا قبلها موجب وبعدها سالب يبقى دي عظمى محلية، عظمى محلية قبلها سالب وبعدها موجب يبقى دي صغرى محلية. يبقى معنى كده نقول له كده لما س بتساوي واحد عظمى محلية، س بتساوي واحد عظمى محلية اهو، عندما عظمى محلية هجيب ده الواحد هقعد في الدالة الأصلية، واحد ناقص تلاتة تربيع هيطلع بأربعة، يبقى النقطة واحد وأربعة عظمى محلية، وعندما س بتساوي تلاتة صغرى محلية هجيب ده التلاتة، يبقى تلاتة في تلاتة ناقص تلاتة يطلع بصفر، يبقى النقطة تلاتة وصفر صغرى محلية. طب اجيب نقطة انقلاب منين؟ بساوي المشتقة التانية بالصفر، يبقى ص شرطتين بتساوي صفر، عندما ستة س ناقص اتناشر بتساوي صفر يبقى س بتساوي اتنين، يبقى س بتساوي اتنين نقطة انقلاب قلنا انها قبل كده في الحلقة اللي فاتت، اما يكون عندك قيمتين واحدة عظمى واحدة صغرى يبقى لابد من وجود نقطة انقلاب، بجيبها ازاي؟ اساوي المشتقة التانية بالصفر. يلا من نمرة واحد اجيب صاد، يبقى عندنا هتبقى واحد في اتنين ناقص تلاتة كل تربيع يطلع بواحد، يبقى النقطة اتنين وواحد انقلاب. ابنائنا الطلبة انا عرفت التزايد والتناقص وعرفت نقط القيمة العظمى والصغرى المحلية والانقلاب، اقدر ارسم الشكل العام. نحدد بقى النقطة كده اهو، عندنا النقطة اهو واحد واربعة عظمى محلية اهو، تلاتة وصفر صغرى محلية، اتنين وواحد انقلاب، اهو حددت ثلاث نقط كفاية. هاجي اعمل المنحنى بتاعنا اهو، ادي المنحنى ادي واحد اتنين تلاتة اربعة سالب واحد سالب اتنين، واحد اتنين تلاتة اربعة سالب واحد سالب اتنين، واحد واربعة عظمى، ادي واحد النقطة دي عظمى، وانا كنا قلنا برضو ايام ما كنا بنشرح هذا المنهج ده عظمى يعني يبقى في قمة عاملة كده، تلاتة وصفر صغر اهو، تلاتة وصفر صغر يبقى القمة لتحت كده، يبقى الانقلاب بينهم يبقى اتنين واحد انقلاب اهو، وصل ده كده اهو. عاوز نقط مساعدة او ممكن تمد ده كده ومد ده كده اهو، يبقى المنحنى بتاعنا ماشي بهذا الاسلوب اهو، حتى بينه من سالب ما لا نهاية الواحد تزايدية، من واحد لتلاتة تناقصية، من تلاتة ما لا نهاية تزايدية، وده هنا تحدب لأعلى وتحدب لإيه؟ لأسفل. يبقى جبنا الرسم العام، وفي كتير جه على فكره في الامتحان يقول لك ارسم الشكل العام لمنحنى الايه؟ الدال. تمام كده؟ يبقى ده السؤال الثالث بتاعنا. نيجي في السؤال الرابع. اهو. السؤال الرابع برضو فقرتين الف وب. برضو. اوجد القيم العظمى والصغرى المطلقه للداله د س بتساوي الجذر التكعيبي ل س ناقص زائد 2 وكل تربيع في الفتره، نفس الخطوات بس دول بتختلف، واحنا اتفقنا عشان اجيب القيم العظمى والصغرى المطلقه اللي هتيجي في الامتحان دائما بجيب النقط الحرجه
بجيب النقط الحرجة، واحنا قلنا النقط الحرجة هي النقطة اللي عندها المشتقة بصفر او الدالة عندها غير قابلة للاشتقاق. فانا عندي دالسين اهو، الجذر التكعيبي دي سين زائد اتنين الكل تربيع، دي صورة جذرية حول صورة أسية، يبقى سين زائد اتنين أس اتنين على تلاتة. هجيب ده الشرطة سين، ده قوس، هشتق القوس، أس سالب تلت في مشتقة ما بين القوس اللي هي بواحد، يبقى اتنين على تلاتة الجذر التكعيبي لسين زائد اتنين، دي ده الشرطة سين. الله، ده طلع فيه في المقام ده شرطة سين، يبقى دي سين زائد اتنين اهو. ادام بقى الدالة كسرية يبقى لازم اكتب هنا سين لا تساوي سالب اتنين، واقدر استنتج بقى اذا سين بتساوي سالب اتنين نقطة حرجة. ليه؟ عشان الدالة عندها غير قابلة للاشتقاق، تنتمي للفترة سالب تلاتة وستة. يبقى عندنا نقطة حرجة عند س بتساوي سالب 2، جت منين؟ لو لما المقام بصفر، المقام بصفر لما س بتساوي سالب 2، يبقى س بتساوي سالب 2 نقطة حرجة في الفترة سالب 3 و6، واحنا عارفين أدام عرفت النقطة الحرجة أجيب قيمة الدالة عند النقطة الحرجة، وقيمة الدالة عند سالب 3، وقيمة الدالة عند س بتساوي 6. يبقى عندنا هجيب د سالب 2 هتساوي الجذر التكعيبي سالب 2 زائد 2 الكل تربيع يطلع بصفر، واجيب د سالب 3 الجذر التكعيبي هيبقى عندنا سالب 3 زائد 2 الكل تربيع، هتطلع الجذر التكعيبي بالواحد يطلع بواحد. هجيب د 6 الجذر التكعيبي ل 6 زائد 2 الكل تربيع، يبقى الجذر التكعيبي ل 64 يطلع ب 4. فين اكبر قيمه هنا؟ ال 4، يبقى دي العظمى المطلقه، وهذا قيمه الصفر، يبقى القيمه العظمى المطلقه بتساوي 4، والقيمه الصغرى المطلقه بتساوي صفر. يبقى العظمى المطلقه بتساوي 4 لما س ب 6، والصغرى المطلقه بصفر لما س بتساوي سالب 2. يبقى احنا عرفنا العظمى والصغرى الايه؟ المطلقه. فاضل بقى عندنا الجزء الثاني من السؤال الرابع عشان نلحق نحل الامتحان كله اهو. الفقره ب، بتقول لي الفقره ب برضه معدلات زمنيه. معدلات زمنيه. بيقول لك كرة مجوفة يتغير طول نصف قطرها الداخلي نق واحد وطول نصف قطرها الخارجي نق اتنين، يعني نصف القطر الخارجي بيتغير ونصف القطر الداخلي بيتغير من الداخلي والخارجي، بحيث يظل حجم مادة الكرة ثابتا، فإذا كان نق واحد يزداد بمعدل واحد سنتيمتر على الثانية. يعني معنى كده ان ده النق واحد ده النون بواحد سنتيمتر على الثانية، احسب معدل تغير نق اتنين عند اللحظة التي يكون فيها نق واحد بتلاتة ونق اتنين بكام؟ بتسعة، ثم اوجد معدل تغير سمك المادة عند تلك اللحظة. انا لو جبت الكرة المجوفة، الكرة المجوفة تقريبا هتطلع عاملة كده اهو. لا، نصف قطر داخلي ونصف القطر الخارجي ونصف القطر الداخلي اهو. نصف القطر الداخلي نق واحد والخارجي نق اتنين، يبقى حجم المادة بتاعت الكرة ح بقى اهو 4 على 3 ط نق اتنين تكعيب ناقص 4 على 3 ط نق واحد تكعيب، ده حجم المادة بتاعتنا. هشتق بالنسبة للنون، يبقى ده الحا ده النون، هيطلع 4 ط نق اتنين تربيع ده النق اتنين ده النون ناقص 4 ط نق واحد تربيع ده نق واحد ده النون. لو عديت المتغيرات هنا تلاقيهم خمسة،
اهو ده الحا ده النون ده متغير، ناق 2 متغير، ده ناق 2 ده النون متغير، ناق 1 متغير، ده ناق، لازم اعرف منهم 4. فانا عندي ده ناق 1، ده النون بتساوي 1، وناق 1 ب3، وناق 2 ب9. وبما ان حجم الماده ثابت، يبقى بالتالي استنتج ان ده الحاء ده النون بساوي صفر. يبقى ادي 1، ادي 2، 3، يبقى انت عرفت 4. عوض هنا بقى، ده الحاء ده النون بصفر 4، طه ناق 2 ب9 يبقى 81. ده ناق 2 ده النون اللي احنا عاوزينها، ناقص 4 طه، ناق 1 ب3 ب9، ناق 1 بيساوي 1 بيساوي صفر. يبقى عندنا اهو 4 طه في 81، ده ناق 2 ده النون، ناقص 4 طه في 9 كام ده بصفر. 4 طه مع 4 طه يبقى 81، ده ناق 2 ده النون بتساوي 9. يبقى ده ناق نون ده النون بتساوي 1 على كام؟ على 9. طب عاوز اجيب ايه؟ معدل تغير سمك الماده. فين سمك الماده هنا؟ سمك الماده اللي هي الحته دي اللي هي س. يبقى سمك الماده س عباره عن ناق 2 ناقص ناق 1 بالاشتقاق بالنسبه الى نون. يبقى د س ده النون عباره عن د ناق 2 ده النون ناقص د ناق 1 ده النون. د ناق 2 ده النون جبناه ب9 وده ب1، يبقى سالب 8 على 9 سنتيمتر كل ثانيه. فاضل بقى، ده يعتبر الامتحان خلص على كده. بس احنا طبعا على اساس ان احنا اخترنا الاربعه الاولانيين، في سؤال برضو هنا كويس، السؤال الخامس اهو في الاختيار، يعتبر اللي انا لو ابناء الطلبه اختاروا، اخترنا الاربعه يبقى الامتحان خلص. انما برضو السؤال الخامس لو عاوزين نحله بنحله عادي، تحله ادام عندك وقت. بيقول لك اذا كان المستقيم ص بتساوي 13 س ناقص 7 يمس منحنى ص بتساوي ألف س تركيب زائد ب س تربيع عند النقطة 1 و6، فوجد قيمة ألف وب، ثم أوجد معادلة العمود عند س بيساوي سالب 1. مسألة كويسة. المستقيم ده بيمس المنحنى، يبقى ميل المستقيم هو ميل المماس المنحنى عند النقطة دي. فأنا عندي عشان نلحق كده نخلصها أهو، ص بتساوي 13 س ناقص 7، إذا ميل المستقيم هتساوي 13، وانا عندي ص بتساوي ألف س تكعيب زائد ب س تربيع، يبقى ده ص ده س، 3 ألف س تربيع زائد 2 ب س. يبقى ميل المماس عند النقطة 1 و6 هساوي 3 ألف زائد 2 ب، والمستقيم هو مماس، يبقى معنى كده ان 3 ألف زائد 2 ب بيساوي كام؟ 13 على طول. يبقى 3 ألف زائد 2 ب بتساوي 13، ادي معادلة. طيب المنحنى او المستقيم يمس المنحنى عند النقطة 1 و6، اذا بتحقق معادلته على طول اهو. بما ان النقطة 1 و6 تحقق معادلة المنحنى، يعني عوض عن س بواحد وصاد بستة، يبقى عندنا 6 بتساوي أ زائد ب معادلة 2. نيجي بقى، يبقى ممكن نقول أ بتساوي 6 ناقص ب، عوض من 3 في 1، أدي المعادلتين قصاد بعض هما، 3 أ زائد 2 ب بتساوي 13، وأدي أ بتساوي 6 ناقص ب، عوض هيبقى 3 في 6 ناقص ب بتساوي 13، يبقى 18 ناقص 3 ب زائد 2 ب بيساوي 13، يبقى 18 ناقص 13 بيساوي ب، يبقى ب بكام؟ ب 6، ب 5 من نمرة 3
يبقى أ 6 ناقص 5 بيساوي 1، يبقى أ بيساوي كام؟ 1. يبقى أنت جبت إيه؟ أ و ب. يبقى معادلة المنحنى بقى بعد ما جبت أ و ب، يبقى ص بتساوي س تكعيب زائد 5 س تربيع. ده ل ص ده ل س، 3 س تربيع زائد 10 س. هو عاوز يجيب معادلة المماس عند النقطة عند س بتساوي سالب 1. عشان اجيب معادلة المماس لازم اعرف حاجتين، النقطة والميل. يبقى عوض من اهو من نمرة 3 لما س بتساوي سالب 1، يبقى ص بتساوي سالب 1 زائد 5 هيطلع ب 4. يبقى نقطة التماس سالب 1 و 4، ويبقى ميل المماس 3 في 1 زائد 10 في سالب 1 هيطلع بسالب 7. يبقى معادلة المماس عند النقطة سالب 1 و 4 بتساوي أو هي ص ناقص 4 بتساوي سالب 7 في س زائد 1. يبقى ص ناقص 4 سالب 7 س سالب 7، يبقى 7 س زائد ص زائد 3 بتساوي 0. يبقى دي معادله الايه؟ دي كام؟ 4. ده معادله مماس. لو عاوز اجيب معادله العمودي بقى، هي ص ناقص 4، الميل المماس بسالب 7، يبقى ميل العمودي بسبع اضرب في 7، يبقى 7 ص ناقص 28 بتساوي س زائد 1، يبقى س ناقص 7 ص ناقص 29 او زائد 29 بتساوي 0. يبقى دي معادله العمودي. ده يبقى تقريبا احنا عملنا الامتحان الثاني، ويبقى بالتوفيق ان شاء الله لابنائنا الطلبه، مع التمنيات لهم بالنجاح ان شاء الله.